أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على الأهمية التي تمثلها الملتقيات والمؤتمرات التي تعنى بقطاع النفط والغاز والحلول التي تطرحها من أجل التغلب على التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، بما يعزز من مسارات تطويره ويحقق التطلعات المنشودة للطاقة على المستويين الإقليمي والدولي. نعم، ونوه سموه بدور مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط للنفط والغاز والعلوم الجيولوجية في هذا الصدد. جاء ذلك لدى لقاء سموه بقصر قضيبية اليوم بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وسعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينا وزير النفط والبيئة، السيد جيف ميلر الرئيس التنفيذي لشركة هالبرتون، مؤكدا على ما يمثله القطاع النفطي من أهمية في رفض مسارات التنمية من خلال دعمه مختلف القطاعات الاقتصادية، ودور القطاع الخاص في رفض جهود تحقيق الاستدامة في هذا القطاع الحيوي بما يسهم في خلق مزيد من الفرص النوعية التي تدعم النمو الاقتصادي. وأشار سموه إلى ضرورة تبني التقنيات والمبادرات التي تدخل في عملية الإنتاج النفطي بما يسهم في تحقيق النمو الأخضر المستدام، مؤكدا سموه على الحرص الذي توليه مملكة البحرين في هذا الشأن، وذلك من خلال العمل المستمر على مواكبة المستجدات التي تسهم في الحفاظ على البيئة وتحقيق التزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية.